بارك الله فيكم. هذا الوحي المقدس الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله كان إنقاذا للبشرية وإخراجا لها من الظلمات إلى النور وهداية لها على الطريق المستقيم، وهو تثبيت لها على طريق الحق وإقامة للحجة عليها وإرشاد لها إلى ما هو أولى بها في أمور الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن تستغني عنه البشرية أبدا. والله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.